السلام عليكم. نبدأ الفقرة الثانية، المجموعة الثانية من نوجه الدعوة إلى السيد لطفي يترأس الجلسة، الأخت أميرة اليحياوي، الأخت مفيدة الأسلاتي، الأخ نزار قرن، والابن بمهن. مرحبا جداً بالضيوف. هذا شرف سعيد أن أحتضن اليوم حفرة بيدي المفاجئة الانطلاق كانت بفكرة بسيطة ياسر، هو وضع بيانات على الأولاد واحد وبسيطة طبيعية بسيطة ياسر بوشيش ناتوريل، إلى أن ولات خذت بعض باهي وخذت عندها أصداء تجاوزت حتى حدود تونس. خوفي هو كونه التجربة هي تنتهي مع نهايات مهام النيابة الروسية تزيد تتواصل وتتنمو واللي تتخذ أكثر تتسع أكثر نحو مثلا حتى تكون معطيات البلدية الكل العربية في التون نيميريك. ماذا بيا حاجة أخرى كون مثلا البلدية الأخرى نزوات لوبا هذا بوم زاد باقي بوم محتاج في بيجو هنا نقول يا سي بو بلوس لا تيتود دو سيكولوجيتي اكثر من حاجه اخرى بيجو لي جونس مي سمي في يو او على شو او غير اللي شفنا احنا في سيده وكونوا هنا هذيك التجسيد للسيتويتي الوطن تاعنا خاطر اوني باسي دو سوجي اونتي مي تاع الباي الى مواطن يعني كلكا اللي يدفع عنده حقوق وعنده واجبات ويدفع في الغرب يدور الى دوغا دوغا على الجستي وري دي فلوسي وين ماشيه باش تعملوا بها كيفاش ودوغ نقولوا نفسنا معناتها يزلنا في طور جنيني في الواحد شنو نعمل احنا بيانات حتى احنا اما سكون فو رياليزي سي ان بودجي كايمون سيتويان تعرفوا كون مثلا ميزانيه فاين باتي دو فونكشنمون اللي ما فيها شيء فما باتي للتنميه لا ماذا بيه يكون رابوشي ايتاب ويسيد ويزي هو فعلا ممكن يبوتي سيتوائي سيبا دير المواطن بيدي يقول نحب نعمل هذا وهذا 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 طبعا ان شاء الله معك بوز في هذا في الوطن جو بار جو بار نقول زي لابار جوست فوق انتوديو الضيفة العنا بولا تضيفه بس او نو اما اقولكم احنا راهو في سعيدة بلاد بحار والبحار الى بزوات سو يعطي والبوصله سي نوتي فما حاجه اخرى فما فما كان عفوا الاكسبريسيون بيردو لو نور كونت اون بيردو نور انا بوزو بي بوصول او تو في لان سي ظهر لي زاد ماذا بهم على بوصله دونك المداخله الاخت اميره يحياوي بلوغوز ميليتون اسوسياتيف اي بريزيدونت دو لاسوسياسيون البوصله. انا عسلامة و باش دونك انا رئيس البوصلة والبوصلة عملت حاجة اسمها مرصد قوتيان اللي هو الموقع متاع مرصد المجلس الوطني التأسيسي اللي باش غادي يقولكم باهي منظرو هكا محليه اما اون بلوس انه محليه يصلح. مرصد كوانتيان هو المشروع الأول لجمعية البوصلة وبدا على خاطر احنا كي حلينا الجمعية قلنا باش نمشيو ساي باش يكتبوا لنا دستور باش نوليو نخدموا على القوانين واللي زارتيكل باش نقولوا لهم رانا نحبوا هكا ما نحبوش هكا ونمشيو نشوفوا النواب ونحكيو معاهم. كي مشينا قالوا لنا استنوا لنا احنا اللجنة هذه لجنة التوطئة خلينا نكتب ونكمل الدستور وتم بعد
نعطيكم توطئة وتعطيونا نعملوا حوار وطني بعد ما كتبنا وقررنا وقولوا لنا شنو تحبوا مي مش شور انا باش نسمعوكم. احنا قلنا لهم لا عندنا الحق ان نعرفوا كل يوم فاش قاعدين تعملوا ومزيدا ماذا بينا نعرفوا شكون حاضر وشكون غايب يعني كلمة منعوش وزيد ماذا بينا نعرفوا قداش تخلصوا وقتاش تخدموا شكون صوت شنو اكسترا اكسترا. الحاجة هذه بعض النواب عجبتهم بعض النواب ظهرت لهم بديهية وأثرية النواب ظهرت لهم ما تجيش السلطة العليا خاطر دونك عملنا مرصد ومشينا للنواب مشينا للمجلس طلبنا منهم لي دوكيومون هذوما اللي حاجتنا بيهم اللي هما الحضور التصويت وخاصة لي بي في نتاع اللجان فقالوا لنا ها لا ما تنجموش هي المجلس راهو علني على خاطر الجلسة العامة تبعت لكم في التلفزة وهذايا يتسمى انه المجلس الوطني التأسيسي شفاف. قلنا لهم لا انا ما حاجتش نشوفهم شنو يعملوا في التلفزة حاجتش مش نشوفهم ماذا بيا نشوف كل شيء في التلفزة اما حاجتش مش نشوف وقت اللي يصير القرار انا نحب نعرف ونحب النجم قبل ما انكم اتخذتوا القرار كمجتمع مدني وخاصة كتوانسة عندي الحق نقول لك انا شنو نحب انا هذيك ما يساعدنيش الفصل هذيك ما يساعدنيش وهاو ويش فبدينا نطلبوا في التقارير اللي جاء بيان سور ما خدينا حتى شيء. من بعد مشينا نشوفوا في النواب يا نائب انت راك حلفت على القران انك باش تمثل الشعب دونك ما لازمكش تستنى حتى انا شعب وانت تمثلني وانت السلطه العليا للبلاد وانا السلطه العليا اللي فوق منك اكثر من البلاد ومنك انت كنائب فلازمك تعطيني هذا حقي وانت تخدم فيا. شويه نواب عطاونا لي بي في مثال لجنه التوطئه النايبه لهنا مبروكه بالبركه الكل تشوفوها عطاتنا لي بي في نتاع اللجنه نتاعها الكل في لي بي في هذم ليزي عنا شنو يعملوا اما زيد على هذاك عنا شكون حاضر وشكون غايب وهذوما حاجات حطيناهم على الموقع هذا. من بعد بدينا مع دي جروب اخرين كيما اوبن جوف وكيما نويت وكيما الناس معناها ما هم حتى جروب نحاول نقولوا لهم هيا شويه شفافيه براس والديكي عايش كمان حاولنا بالطرق الكل شفنا السيد مصطفى جعفر رئيس المجلس التاسيسي مرتين اللي قال لنا راني نتعهد لكم بالشفافيه وبيان سور ما تبدل شيء. عملنا حاجتين. الحاجه الاولى هي كيفاش نخمموا انه الشفافيه باهي انك تطلبها اما خير كي تطبقها. وعلاش خير كي تطبقها؟ كيما قبل انك بن علي ماهوش عاجبك وتحب يطير باهي انه مش عاجبك وتحب يطير اما خير كي تعمل حاجه وتتكلم. انه انت تحب حريه التعبير باهي انك اما نعطيونا حريه التعبير اما خير انك تتكلم. فكيف كيف الشفافيه واحنا وبرشا من الجروب اللي لهنا جايين من الكومبان تاع حريه التعبير نتاع وقت بن علي عدم الشفافيه هي السنسره تاع الدكتاتوريه. يعني في البريود دو ترانزيسيون احنا ما عادش نقولوا سانسور اما الفات انك ما تنجمش توصل للمعلومه اش معناها؟ معناها سانسره ما عندهاش اسم اخر هذا هو اللي نسميوها عدم الشفافيه. اما لان نحبوا توا نبنيو خلينا نسميوها عدم الشفافيه وان نطلبوا في الشفافيه. ف دونك رغم كل شيء خرجنا اكثر من 150 بي في على مرصد في الوثائق هذوما اللي تراهم هوني خرجنا الوثائق نتاع اللجان مثال لجنه التوطئه فيها المحاضر هما الكل بالذات نتاعهم وفيهم مسودات وكل شيء باهي. خرجنا الحاجات هذوما من بعد باش يبداو يصوتوا في لي بلانيير كيما تراوهم في الجلسات العامه النواب يصوتوا على القوانين واحنا نحبوا نعرفوا كل نائب على شنو صوت. نحبوا نعرفوا زاده كي تراو الكراسي خضر نحبوا نعرفوا شكون النائب اللي ماهوش جاي يخدم
ونحب نعرفك هو ما وجه يخدم عليها، يعني هل انه عنده مبرر ولا لا؟ هذو حاجات الكل نحبوا نعرفوهم، وهذو حاجات الكل ما نجمناش نعرفوهم على خاطرهم المجلس التاسيسي ما هو شفاف. به شنو نعمل؟ نطلبوا والا نعملوا حاجه؟ نعملوا حاجه. شنا احنا في بوصله نبعثوا في كل لجنه عامه زوز من الناس ديزاباري فوتو يقعدوا من فوق ويصوروا النواب وقت التصويت، شكون حاضر وشكون لا. من بعد نعديو ساعتين هذايا وجهه شكون وهذايا بلاصتو شكون، ونطلعوهم بالكعبه بالكعبه شكون غايب وشكون حاضر، ومن بعد نحطوهم على السيت. واكثر من هذاك اش نعمل؟ نعملوا ان نشوفوا البلايص الاخضر والبلايص الاحمر والبلايص الابيض. الاخضر صوت نعم، الاحمر ضد صوت ضد، الابيض صوت ما صوتش والا غايب. اللي ما صوتش ولا غايب نطلبوهم ونقولوا يا ودي حضرت ولا لا وش صوت. وهكاك نجيو في الاخر بكل نخرجوا كل نائب شنو صوت. هذه الحاجات اللي احنا نخدم عليها خمسة من الناس، ومثال رأس العام خدمنا في 8-9 متاع الليل. هذه معلومات فما في المجلس التأسيسي، يسوفي جوست يبعثونا دوكيمون اكسل، يعني هذا كله موجود، هذا كله اليوم موجود في المجلس التأسيسي وما يعطيهولناش. نجمو نطلبوه ونجمو يعطيهولنا عام الجاي، وإلا نجمو نعملوه توا. وهذاك هو اللي لازمنا نعمل في كل حاجة. أنا كي نحكي دوا على المجلس الوطني التأسيسي ماذا بيا أنتم تخموا في شنو تنجم تعمل أنت في الخدمة متاعك في المؤسسة متاعك في البلدية متاعك، ما أنتم عندكم الزهر البلدية متاعكم شفافة، أما لازمكم معناها تخمم كيفاش في عظمى معناها صارت ثورة كما قدركم مبروكة صارت ثورة في البلاد هذه والبلاد هذه متاعنا. دونك يا نستنى ونطلب يا نعمل، وتوا نجمو نعملو برشا حاجات. باهي نخرجو التصويت هذايا وجاو وتنزل على الاخضر وتعرفو شكون اللي صوت على الاخضر وحاسيلو هاي جوهرة فيه صوتت وتعرفها وكل شيء. باهي كل شيء. اما فما حاجة أخرى صارت في تونس، فما قانون اللي حكيو عليه بكري اللي هو المرسوم عدد 41 اللي يعطيك حق النفاذ إلى المعلومة. المرسوم هذايا الخبراء تاع القانون يسميوها أكثر مرسوم ثور، أكثر قانون ثوري صار من وقت الثورة، بدل ما عندناش الدستور إن شاء الله يكون ثوري، ولكن لليوم فما قانون ثوري اللي هو يعطي الحق لكل تونسي باش يعرف شنو قاعد يصير. أنك نقول يعرف شنو يصير معناها ريت البلدية تحب تعمل ترافو في الحومة الشارع المقابل، وانت شارعك انسخ واخيب ومنقوب اكثر وما هيش باش تعمل فيه ترافو عليه. عليه حنا نعرف كيفاش اخترت، علاش اخترت هذيك، وقداش باش تحط فيه فلوس انت الشارع هذيك باش تبدل. هذوما حاجات يبدلوا لك حياتك نتاع كل يوم. البلديه تحط في الزبله برتو، ما تحطش في الزبله عندك انت. علاش؟ علاش انا ما عنديش زبله؟ قداش انتم حاسبين من حاوي الفضلات في البلديه هذه؟ مش نوع البيدجي نتاعكم؟ قداش عندكم 150؟ شبني انا ما عنديش كعب. هذوما حاجات ينجم تبدل لك حياتك كل يوم. انا كان انت تظهر لك المجلس الوطني التاسيسي معناها سي كومبليكي، ولكن هذه حاجه تنجم تبدل لك حياتك كل يوم. نرجع للمرسوم. المرسوم مش يعطيك؟ يقول لك انك فما معلومه انت عندك فيها الحق، تطلبها تطلبها وتستنى. هذا اللي احنا عملناه مع اوبن جوف ومع جمعية نواس. طلبنا لي دوكيومون تاع المجلس الوطني التأسيسي والتصويت والغيابات. كي طلبنا لي دوكيومون هذه استنينا، قانون يقول استنينا ما جاوبوناش طفاونا. باهي كي طفاونا احنا بعثنا الدوموند للمرفق العام، وهذه هي الحاجة المهمة في القانون بكري ما قلتهاش، حبيت ناخذ كلمة. كي طفينا المرفق العام ما قدمناش القضية، استنينا. علاش؟ خاطر المرسوم يعطيك حق آخر، إنك باهي هو ينجم يقولك المرفق العام ما جاوبش ودوسيك عرف ضاع. باهي إنت شنجم تعمل؟ تنجم تاخو المطلب هذاك وتبعثو للرئيس المرفق العام. يعني إحنا
عملنا دومون للمرفق ومن بعد بعثناها للمستشار الجعفر كرئيس المرفق العام، يعني مشخصنا الحكايه. بعثناها له واستنينا. بعد قمنا بالقضايا، علاش؟ باش من بعد كي نجي قدام القضاء ما نقولش مش بليش وهذا كريم الشيء واش راه ما يفهمش. معناها ما خلقت ليش الحكايه. ليه؟ انت رئيس المجلس التاسيسي وصل لك الطلب وما جاوبتش، دونك انت بيدك ريسبونسابل على عدم الشفافيه بتاع المجلس نتاعك. وهذا هو اللي قمنا به، قمنا بقضيه ثلاثه احنا نواه واربعه من الناس من اوبن جوف، قمنا بقضيه ضد المجلس الوطني التاسيسي لعدم شفافيته. وش تسمى القضيه وهي هاي قوه الحاجه؟ هي انها قضيه ضد تجاوز السلطه. اش معناه؟ معناه انت فت السلطه نتاعك، ما عندكش الحق، ما تعطينيش المعلومه في الشفافيه. باهي هذا كله باهي وتحفور، اما اليوم شنو صاير؟ اليوم صايره مشكله على خيابات النواب. النواب كل ما تحلوا التلفزه ما تراوش ترى ما فماش. وساعات ونهار 13 نوفمبر 27 نائب حضروا في الوقت. 39 اللي هي 10 مينوت بعد الوقت، 27 نائب على 217 حضروا، ترست لهم وخروا الجلسه ل 11. شو عملنا؟ احنا النواب نخرجوا لهم انت حاضر انت غايب انت حاضر انت غايب، وهذاك اش باش يصير؟ ونقول لهم انت الكتله هذيك راك عندك 50%، انت الكتله هذيك عندك 77%، وانت باسمك يا نائب راك انت يا عبد راك غايب، وراك خاطر فما شفافيه، عندنا ميزانيه الدوله ونعرفوا قداش تخلص. وانت يا نائب احنا ميزانيه الدوله التونسيه نهارك نائب نهار ب 164 دينار. اش معناه؟ معناه نهارين نائب يساوي الاجر الادنى التونسي 320,000. هاو انت غايب، هاو عندي اسمك. وهذاك هو اللي خليك اليوم الكتل بدات تقول لك ليه راه ما يجيش. اما هذا الكل شنو اللي وصلنا؟ شنو اللي وصل؟ كيفاش وصلنا له؟ وصلنا له حاجه اسمها الشفافيه. الجمعيات المجتمع المدني لازم تعمل ضغط ولازم تكون في هذا فو با فو با لاشي فو با لاشي. اي لا اون سوا فريمون كونياس اي كونفيكتي سكوبي